السلام عليكم يا شباب يا بنات، خذوا لو سمحتم الوحدة رقم 16. راح نبدأ اليوم الوحدة رقم 16. أعتقد أن الصوت واضح، صوت واضح واصل كويس يا شباب يا بنات. هل الصوت واضح؟ إذن عنوان الوحدة عقود ووثائق التأمين. في الوحدة رقم 16 هذه راح نشوف أول كعنصر أول العناصر الأساسية لعقد التأمين، وكعنصر ثاني راح نشوف أنواع وثائق التأمين. وفي حقيقة الأمر يعني هناك ثلاثة أنواع لوثائق التأمين راح نشوفها مع بعض ونعطي مفهوم كل نوع من هذه الأنواع. فهنا لو تتذكروا درسنا أن التأمين أو عقد التأمين يعني إيش؟ عقد التأمين يعني اتفاق بين طرفين. الطرف الأول هو المؤمن أو شركة التأمين، حيث أن شركة التأمين هذه تتعهد بدفع التعويضات للمؤمن لها عند وقوع الحادث أو عند وقوع الخسارة. وبالطبع في المقابل يا شباب يا بنات أن المؤمن له يلتزم بدفع الأقساط أو القسط في وقت معين أو في وقت محدد. هذا المقصود بعقد التأمين. وبالطبع يا شباب العقد هذا يتضمن عدة عناصر، راح نشوف مع بعض العناصر أو عناصر أساسية لعقد التأمين. فهنا هناك إيش في عقد التأمين؟ راح نلقى المصطلح المؤمن. المؤمن أو شركة التأمين أو هيئة التأمين، المؤمن المقصود فيه هو الشخص أو الشركة الذي يقوم بتغطية الخطر أو يقوم بحماية طالب التأمين. هذا هو المؤمن أو هيئة التأمين أو شركة التأمين، يعني هو الشخص أو الهيئة التي تقوم بتغطية المؤمن له عن جميع المخاطر أو الخسائر التي قد تحدث للمؤمن له. العنصر الثاني الأساسي هو المؤمن له. بالطبع يا شباب المؤمن له هو مين؟ هو الشخص اللي يروح لشركة التأمين طالب للحماية، ومقابل هذه الحماية سوف يدفع قسط التأمين. هذا ما يطلق عليه بالمؤمن له. بالنسبة لقسط التأمين يا شباب، قسط التأمين هي تلك الأموال التي يدفعها المؤمن له إلى شركة التأمين مقابل تحويل الخطر. وقسط التأمين هذا يمكن أن يدفع مرة واحدة أو يدفع على عدة دفعات أو على عدة أقساط، مثل التأمين الحياة. يعني قسط التأمين يدفع على عدة أقساط ولا يدفع دفعة واحدة. والتأمين على سيارات مثلا قسط التأمين يدفع مرة واحدة. مثال مبلغ التأمين، العنصر الموالي مبلغ التأمين. المقصود بمبلغ التأمين يا شباب هي تلك الأموال اللي راح تعطيها شركة التأمين للمؤمن لها أو للمستفيد، فيسمى بمبلغ التأمين. الأموال اللي راح تعطيها شركة التأمين أو اللي راح تلتزم شركة التأمين بدفعها للمؤمن له أو للمستفيد بعد وقوع الحادث. مدة التأمين، مدة التأمين يعني يا شباب تلك المدة التي تكون فيها وثيقة التأمين سارية المفعول. على سبيل المثال في التأمين على السيارات عادة تكون مدة التأمين سنة. هذا المقصود بمدة التأمين، يعني لو الحادث صار قبل بداية المدة أو بعد نهاية مدة التأمين لا يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض. وثيقة التأمين، وثيقة التأمين يا شباب البنات هي تلك البينة أو المستند الذي يبرهن أو الذي يبين أو الذي يثبت أن المؤمن له عنده عقد تأمين أو موقع عقد تأمين ضد خطر معين. هذا المقصود به وثيقة التأمين. يعني يا شباب لما تكون عندك سيارة وفي بعض الحالات يوقفك عون الأمن ويطلب منك، يقول لك أعطيني استمارة السيارة
أعطيني وثيقة التأمين. هذا تسمى بوثيقة التأمين. أو في بعض الحالات لما تروح للمستشفى علشان تعالج أو تراجع الطبيب في الريسبشن راح يطلب منك إيش؟ يقول لك هل عندك وثيقة تأمين؟ هل عندك تأمين؟ هذه هي ما تسمى بوثيقة التأمين. وثيقة التأمين هي تلك المستند أو البينة التي تبرهن أو تبين أن للمؤمن له تأمين. هذه ما يسمى بالعناصر الأساسية لعقد التأمين. بالنسبة للخصائص، خصائص عقد التأمين يا شباب يا بنات، خصائص عقد التأمين يعني المقصود أن كل عقد لا بد أنه يتضمن هذه الخصائص، خصائص عقد التأمين. أول خاصية هي إيش؟ أنه عقد التأمين هذا هو عقد رضائي. يعني إيش المقصود بعقد رضائي يا شباب؟ يعني يقول لي أنه يكفي لعقابه تراضي كلا الطرفين، يعني أن المؤمن له راضي بالعقد وأحكام العقد وشروط العقد، وشركة التأمين أو هيئة التأمين أو المؤمن يعني راضي عن القسط الذي راح يدفعه المؤمن له إلى الشركة. فهنا يسمى بعقد رضائي، يعني كلا الطرفين يا شباب يا بنات راضي بأحكام وشروط العقد إيجابا وقبولا. الخاصية الثانية، العقد هذا هو عقد ملزم لطرفين. المقصود بالعقد الملزم لطرفين يا شباب، المقصود أنه كل طرف يعني المؤمن له ملزم بشيء، وشركة التأمين كذلك ملزمة بشيء. فشركة التأمين يا شباب يا بنات ملزمة أنها تدفع التعويضات للمؤمن له بعد وقوع الحادث. في المقابل المؤمن له ملزم أنه يدفع القسط إلى شركة التأمين، وملزم كذلك أنه إيش؟ يعطي جميع البيانات وجميع الحقائق لشركة التأمين. فبالتالي يسمى بعقد ملزم لطرفين. الخاصية رقم ثلاثة، العقد هو عقد احتمالي. نقول عقد احتمالي أو نفس الشيء، نفس الكلمة، نقول عقد غرر. العقد الاحتمالي أو العقد الغرض يا شباب يا بنات هو المقصود أنه المؤمن له لما يدفع القسط، القسط مؤكد ومعلوم كم راح يدفع. ليش؟ لأنه راح يدفع في بداية التعاقد، فبالتالي القسط مؤكد وقيمته معلومة كم. لكن التعويض يعني هو احتمالي، يعني في إمكانية أنه شركة التأمين تعطيك تعويض، وفي إمكانية أنه ما راح تعطيك تعويض. فبالتالي التعويض يا شباب احتمالي لكن القسط مؤكد، هذا المقصود بعقد احتمالي أو عقد غرر. عقد معاوضة، الخاصية الثانية الرابعة والخامسة، اسمه عقد معاوضة. يعني هنا أنه اسمه معاوضة، يعني أنت راح تعطي شيء وفي المقابل راح تعطي شيء ثاني، راح تأخذ شيء ثاني. هذا المقصود بعقد معاوضة، يعني المؤمن له سوف يعطي شيء ومقابل ما أعطى سوف يأخذ شيء آخر. فبالتالي هنا أنه شركة التأمين تتعهد بإعطاء التعويضات المؤمن له بعد وقوع الحادث، في المقابل المؤمن له يتعهد أو يلتزم بإعطاء الأقساط إلى شركة التأمين، فيسمى بعقد معاوضة. عقد زمني، يعني يا شباب أن هذا العقد مربوط بمدة معينة بزمن معين، هذا المقصود بعقد زمني. يعني المدة هذه إذا صار الحادث خارج المدة الزمنية هذه فلا يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويضات، فيسمى بعقد زمني. عقد إذعان، الخاصية الأخيرة عقد إذعان. المقصود بعقد إذعان يا شباب يا بنات يعني أن هناك طرف قوي سوف يملي شروطه على الطرف الثاني. الطرف القوي هي شركة التأمين، هي التي تملي شروطها على المؤمن له وليس العكس. فبالتالي المؤمن له إما يقبل العقد وما يحتويه من شروط أو يرفض العقد بالكامل. لا يحق للمؤمن له أن يضيف أو ينقص أو يعدل شرط من الشروط، وإنما شركة التأمين هي الطرف القوي، هي التي تملي شروطها والمؤمن له يقبل هذه الشروط بدون أي تعديل. هذا ما يسمى به عقد إذعان. العنصر الموالي، أنواع وثائق التأمين. بالنسبة لأنواع وثائق التأمين يا شباب، هناك ثلاثة وثائق أو ثلاثة أنواع من وثائق التأمين. هناك وثيقة فردية، هناك وثيقة جماعية،
وهو نحو وثيقة مركبة. بالنسبة لوثيقة التأمين الفردية يا شباب يا بنات تغطي خطر واحد لشخص محدد ولمستفيد محدد، يعني الخطر هو خطر واحد والمستفيد أو المؤمن له هو شخص واحد محدد. يعني على سبيل المثال التأمين الصحي، مثال وثيقة التأمين الصحي وثيقة التأمين فردية. ليش؟ لأنه الوثيقة راح تكون باسم المؤمن له الواحد ضد خطر واحد. مثال آخر، التأمين ضد خطر الحريق، مثال حريق المنزل، يعني الخطر هو واحد خطر الحريق، والمستفيد أو المؤمن له هو شخص واحد اللي هو صاحب المنزل. هذا يسمى بوثيقة تأمين فردية. بالنسبة لوثيقة التأمين المركبة تغطي يا شباب يا بنات تغطي عدة أخطار، الأخطار متنوعة، الأخطار كثيرة، ولصالح شخص واحد أو مستفيد واحد، فتسمى بوثيقة تأمين مركبة. على سبيل المثال التأمين الشامل للسيارات، التأمين الشامل للسيارات راح يغطي خطر المسؤولية المدنية، راح يغطي خطر الحريق، راح يغطي خطر السرقة، راح يغطي عدة أخطار، لكن المستفيد أو المؤمن له هو شخص واحد اللي هو صاحب السيارة. بالنسبة لوثيقة التأمين الجماعية، وثيقة التأمين الجماعية عكس وثيقة التأمين المركبة. فوثيقة التأمين الجماعية يا شباب ويا بنات يعني تصدر لتغطية خطر واحد لمجموعة كبيرة من الأشخاص أو من المستفيدين. يعني الخطر راح يكون خطر واحد، لكن المستفيد هو مجموعة من الأفراد، فتسمى بوثيقة تأمين جماعية. على سبيل المثال يعني وثيقة التأمين الصحي لعمال في شركة، أوكي، مثال كل واحد مثلا يعني شركة سابق راح توقع وثيقة تأمين جماعية للعمال اللي يشتغلون في شركة سابق ضد خطر على سبيل المثال حوادث الشغل، أوكي، فتسمى بوثيقة تأمين جماعية. هذه الوحدة رقم 16، وننتقل مباشرة إلى الوحدة رقم 17. في الوحدة رقم 17 يا شباب راح نعطيكم فكرة عن إيش؟ عن التأمين البحري. يعني كعنصر أول نعطيكم مفهوم التأمين البحري، وكعنصر ثاني نعطيكم تقسيمات التأمين البحري. بالطبع يا شباب يا بنات التأمين البحري هو يعني شبيه جدا للتأمين على السيارات. التأمين على السيارات هو إيش؟ هو يغطي يعني الأخطار التي تحدث للسيارة أو الحوادث التي تحدث للسيارة. نفس الشيء يا شباب يا بنات التأمين البحري هو عبارة عن عقد، حيث أن شركة التأمين تتعهد بتعويض المؤمن له عن جميع الخسائر التي قد تحدث أو الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها السفينة أو تتعرض لها الشحنة أو تتعرض لها البضاعة أثناء نقلها عن طريق البحر. هذا ما يسمى في التأمين البحري. التأمين البحري هو عبارة عن عقد تتعهد فيه شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن جميع الخسائر البحرية، مثل الغرق، مثل التصادم، مثل السرقة، مثل لا إله إلا الله تلف البضاعة إلى آخره. هذه كلها يعني خسائر بحرية، فتضمن أنها شركة التأمين تعطي تعويضات الخسائر البحرية التي يمكن أن تتعرض لها السفينة أو معداتها أو الشحنة أثناء نقلها بالبحر. هذا ما يسمى بالتأمين البحري. والتأمين البحري يا شباب يا بنات يمكن تقسيمه إلى قسمين. فهنا راح نلقى ايش التقسيم بحسب الشيء موضوع التأمين، او التقسيم او التصنيف بحسب مدة التأمين. بالنسبة للتقسيم الاول او التصنيف الاول يعني بحسب الشيء موضوع التأمين، لو نأخذ التأمين البحري من حيث موضوع التأمين يا شباب يا بنات نقدر نلقى ايش عدة عقود للتأمين البحري. أول نوع هو عقد تأمين السفينة. المقصود بعقد تأمين السفينة يا شباب
يعني هو ذلك العقد الذي يضمن تعويض المؤمن له عن جميع الأخطار التي تصيب السفينة ومعداتها أثناء الإبحار. على سبيل المثال الغرق السفينة، إذا غرقت السفينة يا شباب وبنات يعني شركة التأمين سوف تعطي تعويض لصاحب السفينة عن ذلك الحادث. أو إذا سفينة يعني على سبيل المثال معدات السفينة أصيبت بخطر ما أو حادث ما أو عقب ما، يعني شركة التأمين سوف تعطي تعويض لصاحب السفينة عن هذه الخسائر. هذا ما يسمى بعقد تأمين السفينة. النوع الثاني هو عقد تأمين السفينة أثناء بنائها. أثناء بنائها يا شباب المقصود أنه السفينة بالطبع لما نقرر أن نبني سفينة مو في يوم أو شهر أو شهرين أو سنة يتم بناء السفينة، وإنما المدة قد تطول، ممكن تأخذ سنة أو سنتين أو ثلاثة سنوات حتى يتم بناء سفينة كاملة أو إنشاء سفينة. فالمدة هذه الكاملة السنة أو سنتين يعني أثناء بناء السفينة تبقى السفينة عرضة إلى عدة مخاطر، فيقع تأمين السفينة عن جميع الأخطار التي تتعرض لها أثناء البناء وكذلك أثناء تجربتها. إيش مقصود بتجربتها؟ يعني يا شباب أن قبل من ننزل السفينة ونقوم بالإبحار ببضاعة أو بالركاب لابد على صاحب السفينة أنه إيش يقوم بتجربة السفينة، هل هناك عقب الماء، هل هناك تسرب مية إلى آخره. فهنا يجي إيش ما يسمى بعقد تأمين السفينة أثناء بنائها. النوع الثالث عقود تأمين المسؤولية المدنية التي تنشأ إيش باستخدام السفن. في بداية الوحدة 17 قلت لكم أنه التأمين البحري شبيه للتأمين السيارة. التأمين على السيارات هناك التأمين المسؤولية المدنية ما نعبر عنه في المملكة بالتأمين ضد الغير. نفس الشيء هنا يا شباب وبنات، يعني هناك عقد تأمين المسؤولية المدنية التي تنشأ من استخدام السفن. يعني أي شيء تقوم بها السفينة ويتضرر به شخص آخر أو سفينة أخرى فيسمى بتأمين المسؤولية المدنية. النوع الرابع عقود تأمين على النولون أو أجرة الشحن. اسمها نولون أو اسمها أجرة الشحن يا شباب. ايش المقصود بأجرة الشحن او النولون؟ المقصود انه صاحب السفينة يا شباب يا بنات عند نقل بضاعة الاخرين عن طريق البحر صاحب البضاعة راح يعطيه اجرة النقل او اجرة الشحن، او في بعض الحالات صاحب السفينة يؤجر سفينته الى شخص اخر والشخص الاخر يقوم بنقل بضاعة الاخرين عن طريق البحر. فلما أجر أنا سفينتي إلى طرف آخر هناك ما يسمى يعني تأمين النولون أو أجرة الشحن. يعني في صورة ما فشلت الرحلة أو غرقت السفينة أو الشخص هذا اللي استأجر مني السفينة لم يعطيني حق الأجرة أو حق تأجير السفينة أو أجرة النولون، فإن شركة التأمين سوف تعطيني تعويض عن تلك الأجرة. هذا ما يسمى بعقد تأمين النولون أو نسميه عقد تأمين أجرة الشحن. والنوع الأخير هو عقد تأمين البضائع. نقول عقد تأمين بضائع أو نقول عقد تأمين الشحنات. يعني العقد هذا يا شباب ويا بنات يضمن إيش؟ يضمن تعويض أصحاب البضائع أو أصحاب الشحنات عن جميع الخسائر التي قد تحدث للبضاعة أو للشحنة أثناء نقلها عن طريق البحر. هذا ما يسمى بعقود تأمين البضائع أو عقود تأمين الشحنات. بالنسبة لأنواع عقود التأمين على البضائع راح نلقى هنا يا شباب ما يسمى بالتأمين المحدد وهناك ما يسمى بالوثيقة الاشتراكية. التأمين المحدد يا شباب وبنات، إيش المقصود بالتأمين المحدد؟ التأمين المحدد يعني أن العقد سوف يغطي بضاعة معينة لرحلة محددة على سفينة معلومة. بمعنى يا شباب أنه على ظهر السفينة ما راح نلقى إلا نوع واحد من البضائع
على سبيل المثال على ظهر السفينة هناك شحنة سيارات بس، ما فيش نوع آخر من الشحنات، وإنما نوع الشحنة هو هي شحنة واحدة، والشحنة هذه رايحة إلى مكان محدد، يعني مثلا ميناء اليابان إلى المملكة، يعني رحلة محددة على سفينة معلومة، يعني أن السفينة الناقلة تكون معلومة، مثلا اسم السفينة أو رقم السفينة أو إلى آخره. فبالتالي هنا يسمى بالتأمين المحدد، التأمين المحدد يعني يغطي بضاعة معينة لرحلة محددة وعلى سفينة معلومة، هذا ما يسمى بالتأمين المحدد. الوثيقة الاشتراكية، الوثيقة الاشتراكية هنا يا شباب ليش تم إنشاء هذه الوثيقة؟ لأن هناك كبار التجار اللي راح يكون عندهم ايش؟ عدة أنواع من البضائع، ما عندهم نوع واحد أو ما عندهم يعني شحنة واحدة، وإنما عندهم أنواع مختلفة من البضائع. فبالتالي هناك صعوبة جدا أنه يوقع عقد التأمين المحدد. يعني ايش؟ هل من المنطق أو هل من المعقول أنه إذا شخص عنده 10 أنواع من البضائع يعني راح يوقع 10 عقود تأمين محدد؟ فهذا يعني غير معقول. فهنا هناك ما تم إنشاء اسمه ما يسمى بالوثيقة الاشتراكية. الوثيقة الاشتراكية هي تلك الوثيقة التي تسمح بتغطية أنواع مختلفة وأنواع متعددة من البضائع على ظهر السفينة الواحدة. فراح تلقى مثلا على نفس السفينة شحنة من السيارات وشحنة من المواد الغذائية وشحنة من الآلاف إلى آخره. فبالتالي يسمى بوثيقة اشتراكية، يعني هذه الوثيقة تغطي أنواع مختلفة من البضائع. بالنسبة للتقسيم الثاني يا شباب وبنات، التقسيم بحسب مدة التأمين، التقسيم بحسب مدة التأمين. فهنا راح نلقى ثلاثة أنواع من العقود، هناك عقود السفر أو الرحلة، هناك عقود الموقوتة أو العقود الزمنية نسميها، وهناك العقود المختلطة. العقود المختلطة يعني راح ايش؟ اجمع الاول مع الثاني، هي اسمها مختلطة ميكسد كونتراكت. فبالتالي يعني راح اجمع العقد الاول زائد العقد الثاني، فنتحصل على يعني عقود مختلطة. عقود السفر او الرحلة، ايش مقصود بعقود السفر او الرحلة يا شباب؟ المقصود بعقود السفر او عقود الرحلة يا شباب يا بنات انه البضاعة سوف تكون مؤمنة طول مدة الرحلة بدون تحديد يا شباب يا بنات، بدون تحديد المدة. يعني في إمكانية أنه الرحلة تدوم يوم، في إمكانية أنه الرحلة تدوم 3-4-5 أشهر. فبالتالي يعني البضاعة أو السفينة راح تكون مؤمنة طول الرحلة. على سبيل المثال نقول احنا الرحلة من بريطانيا الى المملكة، الوثيقة التأمين عقد التأمين ينتهي او ينتهي بوصول السفينة الى المملكة. فبالتالي مهما كانت ايش يا شباب، مهما كانت يعني طول الرحلة، فلا يتم تحديد المدة في عقود السفرة او عقود الرحلة. وهذه العقود يا شباب نقدر نطبقها على تأمين السفن مثل ما نقدر نطبق على تأمين البضائع، لكن بصراحة يعني في الأغلب أنها إيش تطبق في تأمين على البضائع. إذا اخترنا عقد السفر أو الرحلة لتأمين السفينة، فهنا شي يقول أن وثيقة التأمين تنتهي بعد رسو السفينة في 24 ساعة، يعني لما تصل السفينة إلى ميناء الوصول بعد 24 ساعة تنتهي وثيقة التأمين. يعني لنفترض أنه السفينة وصلت إلى المملكة اليوم الساعة 9 بالليل، وثيقة التأمين راح تنتهي بكرة الساعة 9 بالليل. هذا في صورة ما يعني وثيقة التأمين هذه تغطي يعني أو تؤمن السفينة. إذا اخترنا عقد تأمين، إذا اخترنا عقد تأمين السفر أو الرحلة التي تغطي البضائع، فإن شي يقول هنا يعني تنتهي الوثيقة بعد ما يتم
تفريع جميع البضائع او جميع الشحنات على رصيف الميناء. يعني وصلت السفينه، خلينا نقول مثلا وصلت السفينه الى ميناء دمام، طالما البضاعه على ظهر السفينه هي مؤمنه، اذا تم تفريغ البضاعه من ظهر السفينه على الرصيف رصيف الميناء فتصبح الشحنه او البضاعه غير مؤمنه. هذا المقصود بعقود السفر او عقود الرحله. بالنسبة للعقود الزمنية أو العقود الموقوتة، اسم عقود زمنية أو نسميها عقود موقوتة، يعني مربوطة بمدة معينة، مربوطة بزمن معين، مثل التأمين على السيارات. التأمين على السيارات يعني مربوط بمدة معينة، مربوط بسنة، يعني بعد سنة يعني ينتهي التأمين. نفس الشيء هنا يا شباب ويا بنات، يعني العقود الزمنية أو العقود الموقوتة هذه يعني مربوطة بمدة معينة بزمن معين. على سبيل المثال يتم ذكر في الوثيقة أن وثيقة التأمين هذه تغطي البضاعة أو تغطي السفينة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا. مثلا نقول احنا من تاريخ 4/4/2018 إلى مثلا تاريخ 4/6/2018، يعني هذه الوثيقة تغطي يعني شهر أبريل كامل وشهر مايو كامل، يعني مدة التأمين هنا شهرين بس. فهذه تسمى بعقود زمنية أو عقود موقوتة. وبالطبع يا شباب البنات هنا أنه جرى العرف والقانون أنه إذا تم اختيار العقود الزمنية أو العقود الموقوتة أن مدة التأمين لا تتجاوز 12 شهر، يعني لا تتجاوز السنة. والنوع الأخير هي العقود المختلطة. العقود المختلطة يا شباب يعني إيش؟ هي تجمع عقد الرحلة زائد العقود الزمنية أو العقود الموقوتة. فعلى سبيل المثال هذه العقود يا شباب يعني هي تطبق عادة لما يتم شراء سفينة من بلد آخر. على سبيل المثال إذا ابتاعت المملكة سفينة من بريطانيا، فالسفينة هذه راح تكون مؤمنة طول الرحلة، هذا يسمى بعقد الرحلة أو عقد السفرة، ومؤمنة لزمن معين يكفي أنها تصل إلى المملكة، فهذا عقد زمني أو عقد موقوت. فإيش تلاحظ هنا؟ تلاحظ أنها العقود مختلطة تجمع الاثنين، تجمع عقد زمني زائد عقد الرحلة أو عقد السفرة. هذه بالنسبة للوحدة رقم 17. ننتقل مباشرة إلى الوحدة رقم 18، وهي يعني موضوعها. الوحدة رقم 18 راح تكون على التأمين الصحي. بالطبع هنا كعناصر هذه الوحدة يا شباب راح نشوف مع بعض، يعني أول شيء راح نعطيكم إيش مفهوم التأمين الصحي، بعدين راح نعطيكم أهداف التأمين الصحي، وبعدين راح نعطيكم لمحة بسيطة عن التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية. فهنا مفهوم التأمين الصحي هو إيش؟ التأمين الصحي يا شباب، التأمين الصحي يا شباب يا بنات هو عبارة عن يعني اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له، حيث أن هذا الاتفاق تتعهد فيه شركة التأمين أنها تغطي جميع الخدمات العلاجية المقدمة للمؤمن له، وتغطي يعني جميع تكاليف العلاج من فحوصات من أشعة إلى آخره. وبالطبع في المقابل أن المؤمن له هذا سوف يدفع قسط تأمين إلى شركة التأمين، هذا ما يسمى بالتأمين الصحي. والتأمين الصحي يا شباب يا بنات هو عبارة عن تطبيق، لو تتذكروا درسنا سياسة توزيع الخطر أو سياسة المساهمة في الخسائر. فالتأمين الصحي هنا يقوم بالأساس على تطبيق هذه السياسة، يعني سياسة توزيع الخطر أو سياسة يعني المساهمة في الخسائر، حيث أنه إيش الخطر اللي راح يتعرض ليه المؤمن له سوف يتم تفتيته أو انتشاره أو توزيعه على مجموعة كبيرة من المؤمنين لهم، وبهذا الشكل يتم تخفيف أعباء التكاليف أو أعباء تكاليف
المترتبة عن العلاج. يعني عوض أنه الإنسان راح يدفع مثلا نقول إحنا 10,000 ريال يعني كلفة عملية معينة، لما يكون مؤمن تأمينا صحيا سوف يدفع مثلا إلا 1,000 ريال، فبالتالي هنا يعني تم تخفيف عبء تكاليف العلاج، عبء تكاليف العلاج، هذا المقصود بالتأمين الصحي. فهنا إيش تلاحظ؟ لو تلاحظوا معي أن التأمين الصحي يا شباب هو عبارة عن تأمين أو عن نظام اجتماعي أو عن تكافل أو تعاون بين الأفراد. ليش؟ لأنه الشخص لحاله، الشخص بمفرده ما راح يقدر يتحمل مصاريف العلاج، فيتم إيش؟ فيتم تفكيك هذه المصاريف على جميع الأفراد. فهنا إيش نلاحظ؟ نلاحظ أنه التأمين الصحي هو عبارة عن نظام اجتماعي، هو عبارة عن تعاون، هو عبارة عن تكافل بين جميع الأفراد. أوكي؟ ليش؟ لأنه قلت الفرد لحاله يعجز عن تحمل يعني أعباء مصاريف وأعباء تكاليف العلاج. هذا المقصود بالتأمين الصحي. أهداف التأمين الصحي يا شباب، بالطبع للتأمين الصحي عدة أهداف يا شباب، للتأمين الصحي عدة أهداف. من بين هذه الأهداف يقول لك أنه التأمين الصحي سوف يساعد على إزالة العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية. يعني إيش؟ يعني إذا كان المريض غير مؤمن تأمينا صحيا فاستحالة أو صعب جدا عليه أنه يتحمل مصاريف العلاج، فيجي التأمين الصحي ويقوم بإيش؟ يقوم بإزالة هذا العائق، إزالة العائق المالي، فيصبح المؤمن له قادر على دفع تكاليف العلاج، أو يصبح المؤمن له أو المريض يتمتع بالعلاج. هذا الهدف رقم 1. الهدف رقم 2 أنه التأمين الصحي يساهم يا شباب يا بنات أنه في توفير خدمة طبية تكون متكاملة وتكون بجودة عالية. يعني الإنسان لما يكون مؤمن تأمينا صحيا فهذا يضمن إيش؟ يضمن أنه المؤمن له أو المريض سوف يتحصل على خدمة متكاملة، خدمة شاملة تكون بجودة عالية، وبالطبع الكلفة تكون مقبولة. يعني إيش مقبولة؟ يعني كل شخص فينا يقدر يدفع تكاليف العلاج، لا تصبح يعني تكلفة العلاج عالية كثير أو غالية كثير. الهدف الآخر يعني يساهم التأمين الصحي في رفع المستوى أو رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى الفرد. بمعنى إيش يا شباب؟ هذه شفناها يا شباب لو تتذكروا في من بين فوائد التأمين زيادة الكفاءة الإنتاجية. قلنا أنه الإنسان لما يكون مؤمن تأمينا صحيا فهذا الشيء سوف يبعث بالطمأنينة والأمان في نفوس الأفراد، مما يساهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية. فهنا التأمين الصحي يا شباب يعني راح يرفع من مستوى الرضا الوظيفي والاطمئنان الاجتماعي لدى الفرد. هذه النقطة شفناها في فوائد التأمين. والهدف الموالي أنه التأمين الصحي نفس الشيء سوف يساعد في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للأفراد، سوف يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للأفراد. ليش؟ لأنه أقساط التأمين اللي راح يدفعها الفرد إلى شركة التأمين أو الأقساط اللي راح يدفعوها الأفراد، هذه الأقساط هي يعني مصدر للمال، مصدر للاستثمار، وبالتالي يعني سوف يساهم في تحسين الخدمات الطبية في الدولة. وبالطبع الهدف الأخير يعني المساهمة في التنمية المجتمعية. يعني إيش التنمية المجتمعية المقصود فيها يا شباب؟ هنا لو تلاحظ معي يعني في السابق هناك عدة تشوهات وعدة إعاقات كانت موجودة في الدولة أو في الدول. بالتطور العلمي وبالتطور الطبي وبالتطور الصحي تم اكتشاف عدة أمراض، عدة أدوية أو عدة علاج لتلك الأمراض.
فأصبحت هذه الأمراض لا تمثل عائق أمام الدولة. فهنا إيش نحاول إيش نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك تحسين في التنمية المجتمعية، يعني في عدة عاهات أو في عدة إعاقات أصبحت لا تمثل مشكل في المجتمع. هذا المقصود بالمساهمة في التنمية المجتمعية. بالنسبة للتأمين الصحي في المملكة، نعطيكم لمحة بسيطة عن التأمين الصحي في المملكة. التأمين الصحي في المملكة أول شيء يا شباب يا بنات أنه أول تأمين في المملكة أجازاته هيئة كبار العلماء، يعني باقي التأمينات في الماضي كانت يعني محرمة بالمملكة. أول تأمين صحي هو اللي أباحاته أو أجازاته هيئة كبار العلماء، وكان ذلك في سنة 1397 هجري، يعني قرابة خلينا نقول قرابة 40 سنة، يعني التأمين الصحي موجود في المملكة قرابة 40 سنة. فهنا راح نعطيكم أنواع التأمين الصحي في المملكة ونظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة. بالنسبة لأنواع التأمين الصحي يا شباب والبنات، هنا عندكم إيش؟ عندكم ثلاثة أنواع من التأمين الصحي في المملكة. هناك التأمين الاجتماعي. التأمين الاجتماعي أول شيء يا شباب، التأمين الاجتماعي هو تأمين إجباري، ويعني يفرضه القانون على جميع الموظفين. وهذا التأمين يضمن إيش أو يقدم إيش؟ تأمين ضد إصابة العمل للقضية عن هذا النظام، تأمين المعاشات، تأمين التقاعد إلى آخره، فتسمى في تأمينات اجتماعية. والتأمين الاجتماعي هو إجباري. التأمين الاجتماعي يا شباب يا بنات إجباري، يفرضه القانون على كل مواطن سعودي. وهناك التأمين الأهلي. التأمين الأهلي يعني يا شباب أن هناك طرف آخر، طرف ثالث هو اللي راح يقدم الخدمة. الطرف الثالث هي شركة التأمين. وفي المملكة هنا يعني أغلى النوع المطبق أكثر شيء هو التأمين الأهلي، يعني المؤمن له يروح إلى شركة التأمين يوقع معهم عقد تأمين صحي، وراح نعطيه استمارة أو وثيقة تأمين صحي، ويروح بها يعالج في المستشفيات. فهناك في طرف ثالث في العملية، المؤمن، شركة التأمين، والمستشفى. هذا ما يسمى بالتأمين الأهلي. هذا ما يسمى بالتأمين الأهلي. على سبيل المثال، على سبيل المثال، يعني شخص يروح إلى شركة بوبا يوقع معهم عقد تأمين. شركة بوبا هذه راح تعطيه وثيقة تأمين، تلك الوثيقة أو الثمارة أو الكرت كرت التأمين، يروح يستظهر به المؤمن له في المستشفى حتى يتم علاجه. هذا ما يسمى بالتأمين الأهلي. بالنسبة للتأمين المباشر، التأمين المباشر يا شباب يعني إيش؟ أنه المؤمن له يروح مباشرة يعالج نفسه في مستشفى معين. أوكي، على سبيل المثال، على سبيل نعطيك أنا مثال، جامعة الإمام يعني تأمن تأمين صحي على منسوبيها في المركز الصحي الموجود في جامعة الإمام. فيروح الدكتور أو يروح يعني أي موظف في جامعة الإمام ويعالج نفسه مباشرة في المركز الصحي بدون المرور على شركة التأمين. فيسمى هذا يعني إيش؟ بالتأمين المباشر. التأمين المباشر هذا المقصود به التأمين المباشر. فبالتالي هنا هناك ثلاثة أنواع من التأمينات: تأمين اجتماعي، تأمين أهلي، وتأمين مباشر. بالنسبة للعنصر الموالي، نظام الضمان الصحي بالمملكة، نظام الضمان الصحي بالمملكة. بالطبع يا شباب يا بنات أن هذا النظام يعني هو يحاول أنه يقدم الخدمة أو يوفر الخدمة الصحية وينظمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه يا شباب يا بنات على المواطن السعودي، لكن بشرط لا بد أن يكون يعني من طرف قرار من مجلس الوزراء. يعني يا شباب يا بنات باش يكون واضحين، النظام الضمان الصحي هذا التعاوني هو
نظام يقدم الخدمة الصحية أو التأمين الصحي لجميع المقيمين الغير سعوديين. وإذا أراد مواطن سعودي أن يتمتع بنظام الضمان الصحي التعاوني فلا بد أن يكون هذا من خلال إيش؟ قرار من مجلس الوزراء. لو ما فيش القرار هذا لا يحق للمواطن السعودي أن يتمتع بنظام الضمان الصحي التعاوني. وبالطبع يا شباب هنا هذا النظام يفرض على كل مواطن سعودي في كفالته شخص لا بد أنه يشارك له في نظام الضمان الصحي التعاوني الشخص هذا والعائلة بالكامل. هذا بالنسبة لنظام الضمان الصحي التعاوني حيث أنه تشمل التغطية جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم. يعني كل شخص فينا يا شباب كل شخص سعودي يكفل شخص آخر هو مجبر أنه إيش أنه يعني يكون منخرط في نظام الضمان الصحي التعاوني هذا الشخص والعائلة. على سبيل المثال خلينا نقول إحنا السواق، لو أنت عندك سواق في البيت يعني الوالد مطالب أنه إيش يشاركوا في نظام الصحي هو وزوجته وأبنائه. بالنسبة للخدمات التي يقدمها النظام راح نشوف هنا خدمات صحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني. يعني هذه الوثيقة شباب تغطي عدة أشياء من بين هذه الخدمات التي يقدمها النظام الصحي التعاوني الكشف الطبي والعلاج للعيادات والأدوية. يعني جميع الكشوفات وجميع العلاجات وجميع الأدوية والتي يقدمها الطبيب للمريض هذه راح تكون مجاني. الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الأمومة، يعني جميع التطعيمات اللي راح مثال نعطيها للبيبي مثال أوكي هذه كلها يعني راح تكون مجانية. كل التطعيمات مثل تطعيم الحج مثال أو تطعيم الحشيش هذه كلها مجاني. تطعيم الأبناء من سن الشهر إلى سن 6 سنوات هذه كل التطعيمات كلها مجانية. كذلك جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الشعاعية كلها يا شباب تكون مجانية بالطبع عندما يتطلب الأمر ذلك. أوكي إذا طلب منك الطبيب أن تسوي فحوصات مخبرية أو تسوي صور بالأشعة يعني راح تكون مجانية. الإقامة في المستشفيات وكذلك يعني عمليات الولادة كلها راح تكون مجانية. وبالطبع نفس الشيء معالجة أمراض الأسنان واللثة راح تكون مجانية ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. يعني كل ما هو عملية تجميل يا شباب وبنات كل ما هو عملية تجميل لا يشمله النظام الصحي التعاوني. بالنسبة لمشروعية هذا النظام مثل ما قلت لكم أنه هذا النظام يا شباب يعني تم تطبيقه أو يعني أجازته هيئة كبار العلماء في سنة 1397 توصيل ميلادي. وبالطبع يعني هذا ليش؟ لأن هيئة كبار العلماء ترى أن التأمين الصحي أو الضمان الصحي التعاوني لا يهدف إلى الربح وإنما هو عبارة عن أسلوب تعاوني تكافلي بين الأفراد، فبالتالي يعني لا مانع أن يتم تطبيقه. هذا السبب الوحيد الذي خلى إيش هيئة كبار العلماء تبيح وتجيز يعني تطبيق الضمان الصحي التعاوني في المملكة. بقى هذا بالنسبة للوحدة رقم 18. لو تبغى مر للوحدة رقم 19
يا شباب فتحت الشات الحين، هل نواصل؟ هل نواصل؟ هل نواصل او نكتفي؟ اعطوني قرار نهائي. يا شباب يا بنات لحظة، لو سمحتم، هل قرأتم الرسالة في المنتدى؟ بعثت رسالة في المنتدى يا شباب يا بنات، بعثت رسالة في المنتدى. بداية من الأسبوع القادم راح تكون هناك محاضرتين، محاضرة يوم الثلاثاء في الساعة 9 بالليل، ومحاضرة يوم الأربعاء في الساعة 9 بالليل. راح تكون هناك محاضرة يا شباب وبنات بداية من الأسبوع الجاي، راح تكون محاضرتين، وفي إمكانية أن الأسبوع اللي بعده راح تكون هناك ثلاثة. واضح ولا يا شباب؟ فاضل إيش؟ فاضل خمسة محاضرات، في إمكانية أن الأسبوع، بالطبع الأسبوع الجاي راح يكون عندنا محاضرة، الاثنين عفوا، يوم الثلاثاء محاضرة، ويوم الأربعاء محاضرة، والأسبوع اللي بعده في إمكانية أن تكون ثلاثة محاضرات. يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء كيف في محاضرات في نفس الوقت؟ أنت عندكم محاضرة، الساعة 9، هل عندكم محاضرة الساعة 9؟ أنا قلت الساعة 9 يا شباب. الساعة 9، ما قلتش الساعة 9:45، المحاضرة الساعة 9. أنا قلت الساعة 9 يا شباب، الساعة 9، لم أقل الساعة 9:45، أنا قلت الساعة 9، المحاضرة راح تبدأ الساعة 9. الساعة 9 يوم الثلاثاء، مثل هذا الوقت. اوكي خلاص، عشان نكمل او نطلع، خلصنا الموضوع هذا، خلصناه الساعة 9، لو تبغوا تكملوا جميع المذكرة، خلينا نسوي محاضرتين أو ثلاثة في الأسبوع. أوكي، نبدأ الوحدة رقم 19. الوحدة رقم 16 يا شباب هي موضوع تأمين المركبات، ولما نقول المركبات يعني راح نشوف بس يعني تأمين السيارات. اوكي، راح نشوف بس تأمين على السيارات. راح نقفل الشات. فهنا كعناصر الوحدة راح نشوف مع بعض، اول شيء يا شباب مفهوم السيارة واخطارها، اضرار اخطار السيارة، اسباب اخطار السيارة، مفهوم التأمين على السيارات، وأنواع التأمينات على السيارات. فهنا
نعطيكم مفهوم السيارة. شو يقول لي هنا؟ يقول لك السيارة يا جميع هي جميع هي أي مركبة ذات محرك آلي ويعمل بالوقود ويسير على الطرقات ما عدا تلك التي تسير بالطبع على السكك الحديدية، هذه راح نسميها قطار مثلا أو مترو. لكن السيارة هي أي مركبة ذات محرك آلي يعمل بالوقود وتسير على الطرقات البرية تسمى بسيارة. والأخطار التي يمكن أن تصيب السيارة يا شباب، هناك عدة أخطار يمكن أن تصيب السيارة. هناك خطر السرقة يمكن أن يصيب السيارة، وبالطبع لما أقول خطر السرقة يعني تشمل إما سيارة سرقة السيارة بالكامل أو سرقة جزء من السيارة، سرقة جزء من السيارة هذا يسمى بأخطار السرقة. أخطار الحريق، أخطار الحريق يعني يا شباب أنه السيارة في إمكانية أنه يولع فيها حريق، سواء كانت يعني في حالة أن السيارة يعني ثابتة أو أنها تسير، في إمكانية أنه يصير حريق في السيارة وانت حافظ إيش في الجراج مثال، أو في إمكانية أنه يصير حريق في السيارة وانت تسير في الطريق. التردي أو السقوط، يعني إيش مقصود بالتردي والسقوط؟ على سبيل المثال أن تسقط أو تهوي السيارة من مرتفع أو من جبل، هذا المقصود بالتردي أو السقوط. الاصطدام، المقصود بالاصطدام يا شباب أن السيارة تصطدم بأي شيء كان، سواء شيء متحرك سواء شيء يعني ثابت وجامد، يعني السيارة تصطدم الحيط، سيارة تصطدم شجرة، أو سيارة تصطدم سيارة أخرى مثال، هذا يسمى بالاصطدام. الانقلاب، إيش المقصود بالانقلاب؟ أن السيارة تصير غير ثابتة على الإطارات، هذا المقصود بالانقلاب. وبالطبع الأخطار الثانية هي المسؤولية المدنية، ما يسمى هنا بالمملكة تقولون ضد الغير، ضد الغير يعني جميع الأخطار التي تترتب بذمة مالك السيارة تجاه الغير. يعني أنت لما تخوض السيارة وأي خطر تسويه سيارة اللي أنت تخوض فيها والمتضرر هو شخص آخر فيسمى بتأمين أو يسمى بخطر المسؤولية المدنية. بالنسبة لأضرار أخطار السيارة يا شباب، هنا يعني بالنسبة للأضرار هناك إيش؟ هناك أضرار مادية مباشرة وهناك أضرار مادية غير مباشرة، وبالطبع هناك أضرار غير مادية. بالنسبة للأضرار المادية المباشرة يعني المقصود فيها هي تلك جميع الخسائر أو جميع الأضرار التي تلحق بالسيارة أو بأجزائها، هذا المقصود بالأضرار المادية المباشرة. والأضرار المادية غير المباشرة على سبيل المثال أنه عند توقف السيارة عن العمل فهناك إيش؟ هناك فقدان للدخل. على سبيل المثال صاحب تاكسي دخل الوحيد هو إيش؟ هي تلك السيارة. يعني إذا توقف صاحب السيارة صاحب التاكسي عن العمل فهناك فقدان للدخل، فتسمى بخسارة أو بأضرار مادية غير مباشرة. وبالطبع أضرار غير مادية يعني تلك الأضرار التي قد تصيب أرواح الأشخاص أو قد تصيب أجسام الأشخاص، على سبيل المثال إعاقة أو وفاة إلى آخره، هذه كلها تسمى ب يعني أضرار غير مادية. فبالتالي هنا لو تلاحظ معي هناك ثلاثة أنواع من أضرار السيارة، هناك أضرار مادية مباشرة، هناك أضرار مادية غير مباشرة، وهناك أضرار غير مادية. بالنسبة لأسباب أخطار السيارة، هنا يا شباب لو تلاحظ هناك ثلاثة بصراحة يعني ثلاثة أسباب رئيسية لوقوع حادث سير، هناك ثلاثة أسباب رئيسية لوقوع حادث سير. يعني كل شخص فيكم خاصة الأولاد الرجال، كل شخص فيكم اللي سوى حادث لو يسأل نفسه ما هو سبب وقوع الحادث راح تلقى ثلاثة أسباب، إما سائق السيارة هو السبب في وقوع الحادث، أو السيارة بحد ذاتها هي السبب في وقوع الحادث، أو حالة الطريق هي السبب في وقوع الحادث. سائق السيارة إيش المفروض يكون في صاحب في سائق السيارة؟ يجب أن يكون صاحب السيارة يا شباب أو سائق السيارة يجب أن يتمتع بالأهلية كاملة، يعني قادر أن يسوق
السيارة، ولا بد أن يكون ملم بتعليمات المرور وإشارات المرور، وقادر أن يسوق السيارة، لا غير مصاب بإعاقة أو غير مصاب بمرض ما. وهنا لو تلاحظوا معي يا شباب، يعني سوينا دراسة أو سوينا إحصائيات، فلاحظنا أن يعني كبار السن هم الأقل عرضة لحوادث السير من صغار السن. ليش؟ لأن صغار السن عادة راح تلقاه متهور، اللي عمره 18 و 19 و 20 إلى آخره راح تلقاه إيش متهور في السياقة، فبالتالي راح يتسبب في عدة حوادث. هذا السبب الأول. وهنا بالطبع يا شباب البنات، كل شخص فينا يقود السيارة لابد أن يكون يعني من ناحية الجسمانية سليم، يعني ما عندوش إعاقة، ونظره كويس، صحته كويسة، وما عندوش يعني الإغماء المفاجئ، ولابد أن يكون إيش عنده الوعي المروري، يكون ملم بإشارات المرور بتعليمات المرور. وبالطبع هنا شركة التأمين يا شباب عندما تأمن الشخص تأمين على السيارة لا بد أنها تأخذ بعين الاعتبار جميع هذه العوامل في تحديد قصة التأمين. ليش؟ لأنه في فرق كبير بين الأمن على شخص عمره 18 وشخص عمره 40 سنة. العمر 18 يعني درجة خطورة راح تكون عنده أعلى بكثير. أوكي، فأطلب منه قصة تأمين أعلى. السبب الثاني لوقوع الحادث السيارة في حد ذاتها. يعني إيش السيارة في حد ذاتها؟ على صاحب السيارة يا شباب أنه يتابع بصراحة يعني حالة السيارة في كل مرة. فسلامة السيارة يا شباب يا بنات هي من سلامة سائق السيارة. فبالتالي هنا على سبيل المثال أنه الشخص لابد أنه يتفقد إيش مثلا الفرامل، الشخص يتفقد إيش يعني أضواء السيارة، هل هي يعني خربانة أو تشتغل كويس. السائق يتفقد إيش الإطارات، هل أن الإطار يستحق التغيير أو لسه. فبالتالي هنا سلامة السيارة يا شباب وسلامة مستلزمات السيارة يعني تؤدي إلى سلامة وضمان يعني سلامة للسائق. وهنا بالطبع نفس الشيء يا شباب يا بنات، يعني أن شركة التأمين سوف تأخذ بعين الاعتبار يعني نوع السيارة واستعمالها ومكان إيواءها. ليش؟ لأن هذه كلها عوامل قد تزيد من درجة الخطورة لدى السيارة. وفي فرق كبير يا شباب بين إنسان عنده سيارة راح يصير بها على طريق معبدة، وأخذ شخص آخر عنده سيارة راح يصير بها على في طرق وعرة وفي الصحراء وفي الجبال. فبالتالي يعني الشخص الثاني راح يدفع قسط تأمين أعلى من الشخص الأول. بالنسبة للعامل الثالث أو السبب الثالث لوقوع الحوادث هو إيش؟ هو الطريق. يعني نلاحظ يا شباب أن عدة طرق راح تلقى فيها إيش حفر، عدة طرق راح تلقى فيها إيش مطبات. فبالتالي هذه المطبات والحفر وحالة الطريق قد تزيد من حوادث السير. فهنا من المفروض أنه كل الطرقات تكون خالية من المطبات، تكون خالية من الحفر، والحفر تكون فيها إيش إنارة كافية، وتكون فيها يعني مضاءة بإنارة كافية وبإشارات مرور حتى يعني نقلل من حوادث السير. هذه هي الأسباب أو أسباب وقوع حوادث السير. بالنسبة لمفهوم التأمين على السيارات يا شباب، بالنسبة لمفهوم التأمين على السيارات، أول شيء هو عبارة عن تأمين على الممتلكات. ليش؟ لأن السيارة عبارة عن ممتلك الشخص أو ممتلك الفرد. وحقيقة هنا هناك نوعين من التأمين، هناك التأمين الإلزامي وهناك التأمين التكميلي أو التأمين الغير إلزامي. بالنسبة للتأمين الإلزامي يا شباب يا بنات هو تأمين المسؤولية المدنية في المملكة نقول ضد الغير. التأمين الإلزامي هذا يعني هو ذلك التأمين الذي يفرضه القانون على صاحب السيارة. يعني كل شخص فينا لو ما عندوش تأمين ما راح يقدر إيش يقود السيارة. فبالتالي هنا التأمين المسؤولية المدنية هو التأمين الإلزامي، هو التأمين الإلزامي يفرضه القانون على صاحب السيارة. وهنا بالطبع يا شباب
ايش الهدف من التأمين اللساني هذا؟ ايش الهدف من تأمين المسؤولية؟ يعني ان يضمن تعويض الخسائر التي ستحدث للغير من جراء هذه السيارة. يعني لو انت تضمن شخص اخر، انت مطالب او الشركة اللي انت تأمن عندها مطالب انها تعطي تعويضات للشخص الثاني. وهناك ما يسمى بالتأمين التكميلي. التأمين التكميلي يا شباب يا بنات يعني هو عبارة عن يعني التأمين غير إلزامي. على سبيل المثال التأمين على السرقة، سرقة السيارة، التأمين على حريق الذي يحدث السيارة، هذه كلها تسمى بتأمينات غير إلزامية، تسمى بتأمينات، يسمى بالتأمين التكميلي. فهنا إيش نلاحظ يا شباب؟ التأمين التكميلي هذا لو نضيف له التأمين الإلزامي راح نتحصل على تأمين شامل. يعني التأمين الشامل يساوي التأمين الشامل يساوي ايش؟ يساوي التأمين الإلزامي زائد التأمين التكميلي. هذا ما يسمى بالتأمين الشامل. هو اسمه شامل، يعني ايه شامل؟ يعني يغطي جميع الأخطار التي يمكن ان تتعرض لها السيارة، سواء السرقة، سواء الحريق، سواء المسؤولية المدنية الى اخره، جميع الأخطار اللي ذكرناها في بداية الوحدة رقم 19، أخطار التردي، أخطار السرقة، أخطار الاصطدام، أخطار الانقلاب. هذا لما يكون مأمن تأمين شامل الشخص راح يستحق التعويض، الشخص راح يستحق التعويض. هذه هي الوحدة رقم 19. يعني يا شباب لو تلاحظوا معي يعني كانت وحدة قصيرة، وأفضل شيء أن خلصناها بصراحة. يعني أوكي يا شباب، في سؤال قبل ما نطلع؟ مين فيكم عنده سؤال؟ الشات مفتوح امامكم. اللي عنده سؤال يسأل سؤال. راح نخلص جميع الوحدات 29 وحدة. ان شاء الله ان شاء الله يا شباب ان شاء الله في اخر محاضرة راح نشتغل مع بعضنا كويزات. الكويزات هذه راح تكون شاملة جميع الوحدات. راح نشتغل الكويزات يا شباب، والكويزات هذه تكون شاملة شاملة. كل الشباب اتفق انه يوم الثلاثاء مناسب. يوم الثلاثاء الساعة 8:15، هل مناسب؟ يوم الثلاثاء الساعة 8:15. الخميس لا يا حبيبي، الخميس لا، الخميس مستحيل. يوم الأحد هل يناسب؟ يوم الأحد، يوم الأحد الساعة 9، يوم الأحد هل يناسب الساعة 9؟ يوم الاثنين الساعة 9؟ يوم الاثنين الساعة 9؟ يوم الثلاثاء الساعة 8:15 هل يناسب الثلاثاء 8:15؟ يوم الثلاثاء هل الجميع موافق على يوم الثلاثاء الساعة 8:15؟ هل الجميع موافق على يوم الثلاثاء الساعة 8:15؟ خلاص راح نخليها يوم الثلاثاء يا شباب يا بنات.
راح نخليها يوم الثلاثاء الثامنة وربع، يوم الثلاثاء الثامنة وربع. يوم الثلاثاء الثامنة وربع، كويس. يوم الثلاثاء الثامنة وربع يا شباب يا بنات. التأمين الشامل يساوي التأمين التكميلي زائد التأمين الإلزامي. التأمين الشامل يساوي التأمين التكميلي زائد التأمين الإلزامي. أوكي خلاص يا شباب اتفقنا. بعد صلاة العشاء الثامنة وربع، يعني الثامنة وربع. اوكي يا شباب يلا خلصنا خلصنا، نخليكم في امان الله. نلتقي يوم الثلاثاء الساعة الثامنة وربع، نلتقي يوم الثلاثاء ان شاء الله الجاي الساعة الثامنة وربع. الله يخليكم، شكرا.